يسعد صباحكم. بفقرتنا الطبية لليوم رح نتحدث عن صعوبات التنفس يلي بيعاني منها كثير من الأشخاص، سواء كانت مؤقتة أو دائمة. خليكم معنا. يسعد صباحكم. اليوم بدنا نتحدث عن أهم صعوبات التنفس عن طريق الأنف عند بعض المرضى. أهم أسباب الانسدادات عند الأنف هي التهابات الجيوب الأنفية، انحرافات الوتيرة، ضخامة قرينات. ممكن في أسباب مرضية أخرى مثل الربو القصبي، ممكن الحمل، في أمراض تانية هرمونية مثل أمراض الغدة الدرقية، اضطرابات الهرمون الغدة الدرقية ممكن يؤدي إلى صعوبة التنفس. في أسباب أخرى ممكن تكون أجسام أجنبية داخلة ضمن فتحة الأنف بتؤدي إلى صعوبة التنفس. في بعض الأدوية اللي ممكن يوصفوها أطباء القلبية أو المرضى العصبيين تؤدي إلى صعوبة في التنفس. هاي أهم أسباب الانسداد صعوبة التنفس عن طريق الأنف. ما هي الجيوب الأنفية بشكل عام؟ الجيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويف ضمن جوف الجمجمه، تسمح بمرور الهواء المستنشق والمتنفس عن طريق الأنف، وهي مبطنة بغشاء مخاطي يسمح بدخول الهواء. وظيفتها لها عدة وظائف الجيوب الأنفية، مثلا تسخين الهواء الداخلي عن طريق الأنف إلى الرئتين وتنظيفه من الغبار وبعض البكتيريات، بحكم أنها تجاويف تكبح الصدمات المتلقاة على الجمجمة. أهم أسباب تشكل الجيوب الأنفية نذكرها هي البوليبات الأنفية، التهاب وانحراف الوتيرة. في ممكن يكون عدوى تنفسية من مرضى آخرين أو من نفس الجهاز التنفسي عند الشخص نفسه. المرضى المعرضين للحساسية أو الذين يعانون من حساسية بالجهاز التنفسي ممكن يتعرضوا إلى التهاب جيوب متكرر، وذلك نتيجة توزم الغشاء المخاطي المبطن للجيوب الأنفية واحتقانه. والأهم من ذلك هو الزكام أو الإنفلونزا المتعارف عليها شعبيا، التي تؤدي إلى احتقان في الأغشية المخاطية الأنفية والجيوب الأنفية. هذا مما يؤدي إلى انسداد في فوهات الجيوب الأنفية وعدم تصريف المخاط والسوائل المفرزة من الجيوب إلى الأنف، مما يؤدي إلى التهاب الجيوب. أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية هو الصداع. الصداع المتوضع في مناطق الجيوب الأنفية، ويتميز بازدياد هذا الألم بالانحناء أو السجود، ويخف برفع الرأس إلى الأعلى. كون الجيوب الأنفية بتكون ممتلئة بالمفرزات الجيبية الأنفية والسوائل وعدم تصريفها نتيجة الاحتقان وتوزم الأنسجة يؤدي إلى هذا الألم، وهذا الألم يكون ألم بدون جس، هو اسمه ألم وإيلام إذا نحن وضعنا إيدنا على الجيب نفسه. هذا أهم أعراض في التهاب الجيوب الأنفية. في أعراض ثانية هو إفراز المخاط والبلغم الزائد. هذا المخاط والبلغم الزائد ممكن التصريف بشكل بطيء إلى البلعوم الأنفي، يؤدي إلى تخريش البلعوم ويؤدي إلى سعال، وهي أحد أعراض التهاب الجيوب. وإذا أزمن الالتهاب يؤدي إلى بلغم متقيح، مما يؤدي إلى التهاب بلعوم حاد، وهو أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية. نتيجة البلغم المقيح النتيجة للالتهاب يؤدي إلى راحة فم كريهة نتيجة القيح المفرز، القيح المتشكل نتيجة الالتهاب. بالإضافة إلى عرض هام الذي يميز التهاب الأنف التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفي التحسسي هي الحمى، ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة هي تقريبا مميزة لالتهاب الجيوب الأنفية مع وهن وتعب. يترافق ذلك بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس نتيجة نقص مرور الهواء المستنشق عبر الممرات الهوائية، نقص الأكسجين، يتسرع الشهيق والزفير نتيجة نقص الأكسجين بيعوض المريض فيه بزيادة عدد مرات التنفس. والعرض الهام كمان أنه نقص حاسة الشم لدى المريض أثناء هجمة التهاب الجيوب الأنفية. علاج الجيوب الجراحي لأنه أحد أسبابها هي أنه هو عدوى فيروسية. في المرحلة الأولى نعالجها دوائيا التهاب الجيوب. مدام التهاب الجيوب فيروسي مثلا لا نعطي أنتيبيوتيك، نعطي مضادات الاحتقان الخفيفة مع مضادات الحساسية إذا كان في المريض عنده تحسس. إذا ما تحسن خلال أسبوع للعشرة أيام منضف له مضادات الحساسية الكورتيزونية استرويدات الأنفية
هاي في المرحلة الثانية. إذا ما تحسن خلال المرحلة الثانية وانتقل المرحلة الثالثة اللي هو بيكون التهاب الجيوب صار شبه مزمن، صار عندنا مشكلة بالجيوب الأنفية، تشكلت ممكن يكون حليمات اللي هي نحن بنسميها بوليبات، أو ممكن يكون في قيح صار أو خراجات. هون نحتاج إلى مداخلة جراحية لحل المشكلة. نتمنى من جميع المرضى الذين يعانون من شك في التهاب الجيوب أو التهاب جيوب مراجعة الطبيب بشكل مباشر تحسبا من تحول الحالة إلى التهاب مزمن ومعالجتها بشكل فوري التي ممكن أن تكون منزلية بشكل مباشر ومن خلال المريض نفسه بدون مراجعة مرة ثانية. ونتمنى أنه أنتم استفدتم من هاللقاء إن شاء الله والمعلومات.